أريد أن أرحب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أستاذ أوفير جندلمان. أهلا بك أوفير معنا في هذه التغطية. بداية أوفير، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم، خاصة وأننا نستمع في الدقائق الأخيرة إلى التقارير التي تشير إلى عملية الإفراج، وافقت حماس الإفراج عن حاملي أو مزدوجي الجنسية، حاملي الجنسيات الأجنبية؟ نعم، لا يوجد تعقيب إسرائيلي رسمي بعد عن هذا الأمر، ولكن كما قال الضيف الفاضل، إسرائيل لا تميز بين مواطنيها سواء إن حملوا جنسيات أجنبية أو إسرائيلية فقط. نعم، إسرائيل ليست جزء من هذه الصفقة كما يتحدثون في هذه الأثناء، ولكن هل عملية الإفراج وكل هذه المحادثات والضغوط التي والجهود التي تبذل في هذه المرحلة القطرية وكذلك الأجنبية فيما يتعلق بعمليات الإفراج عن بعض المحتجزين هي لربما تعرقل، هي من تعرقل هذه الجهود أو تؤخر بالفعل بدء تنفيذ الجيش الإسرائيلي العملية البرية؟ أنا لا أعلق على قضية المخطوفين لأنها حساسة، ولكن أريد أن أذكر بأنه تم اختطاف أكثر من 200 مدني إسرائيلي بمن فيهم أطفال الرضا ومسنين ونساء وفتيات وما إلى ذلك، بعضهم يعاني من حالة صحية حرجة، واختطافهم طبعا لا يتماشى مع القانون الدولي، لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وهو دليل على وحشية حماس. نحن نعلم بأن حماس هي تنظيم داعشي بامتياز، ولذا الحل الوحيد لمشكلة حماس في قطاع غزة هو تدمير حماس، وإسرائيل ملتزمة بذلك تماما. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، هي تزودنا بكل ما نحتاجه من أجل استكمال هذه المهمة بالنجاح، وحتى لو طالت هذه الحرب أشهر وسنوات نحن سنستكمل هذه المهمة. سيتم استئصال هذا الورم الخبيث من قطاع غزة لكي نتمتع بالسلام والأمان والاستقرار بعد ذلك. لا يوجد أي مستقبل لقطاع غزة إذا بقيت حماس في مكانها، ولذا سيتم تدميرها. هذا هو جيد لإسرائيل، هذا جيد للفلسطينيين. ولماذا حتى اللحظة أستاذ أوفير لم تبدأ العملية البرية؟ يعني وكما أعلنت أنه في نهاية المطاف الهدف من كل هذه الحرب هو بالفعل تدمير حماس. المرحلة القادمة سوف تأتي، التوقيت سيكون مفاجئا. إسرائيل تستعد لهذه المرحلة القادمة الآن، وخلال الأسبوعين الأخيرين نحن نركز جهودنا على المجال الجوي، على الغارات الجوية، ووجهنا لحماس ضربات مؤلمة جدا، قتلنا آلاف الإرهابيين سواء في إسرائيل، أي 1500 إرهابي تسللوا إلى أراضينا تم قتلهم جميعا، وبالتالي تم قتل الآلاف والمئات داخل قطاع غزة، تم تدمير أوكار حماس، بقرات حماس، مواقع حماس، تم قتل أكبر القادة الميدانيين والحبل على الجرار، وحماس تتحمل كامل المسؤولية ولوحدها عن الدمار والخراب الذي لحق في قطاع غزة، لأنه لو لم تشن حماس هذا الهجوم الغادر والمتوحش على بلدات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، كل هذا لم يكن يحدث. فهي علمت بأنه سيكون هناك ثمن، وهي الآن تدفع ثمن. طب نرى أستاذ أوفير يعني حجيج دبلوماسي اتجاه إسرائيل بالإضافة إلى كل القادة، قادة العالم التي وصلت إلى إسرائيل. غدا أيضا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيصل إلى إسرائيل. هل كل هذه التحركات الدبلوماسية تؤثر على خطط الجيش الإسرائيلي وعلى تنفيذ العملية البرية برأيك؟ هؤلاء القادة يصلون إلى إسرائيل لتعبير عن دعمهم لإسرائيل، هم يقفون إلى جانبنا في حربنا على هذا التنظيم داعشي نازي. فنحن طبعا نشكر كل هذه الدول على دعمها، ونحن نعلم بأنه يجب تدمير هذا التنظيم من أجل خلق مستقبل أفضل في هذه المنطقة برمتها.
أخيرا أفير، هل يمكن أن نتحدث عن أن ربما هناك خلاف بين المستوى العسكري والسياسي فيما يتعلق بتنفيذ الخطط العسكرية؟ لأن بعض الأصوات، يعني على سبيل المثال درعي قال اليوم أنه يعني تجهيزات الجيش لم تكتمل حتى اللحظة، وأنه لم تكن هناك أي خطط بالفعل جاهزة للقضاء وتدمير حماس. في المقابل الجيش أعلن أنه مستعد، ويعني في يمكن القول أنه يعني مستعد وأنهى كل الاستعدادات لبدء التنفيذ العملية العسكرية البرية. كيف تقرأ هذا الاختلاف في التصريحات؟ الجيش في حقيقة الأمر مستعد للاجتياح البري. تم تجنيد أكثر من 400,000. هو ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو. هو ينتظر الضوء الأخضر، ولكن الجيش مستعد. يعني القوات البرية، المدفعية، الدروع، الهندسة، القوات الخاصة، كل هذا مستعد لاستكمال المهمة بنجاح. نحن لا نخشى من حرب طويلة. نحن نعلم بأنه يجب القضاء على حماس، والجمهور الإسرائيلي بأكمله على كل أطيافه، أيضا المواطنين العرب، كل هؤلاء يقفون إلى جانب الجيش من أجل القضاء على التنظيم الإرهابي. وأريد أن أقول شيئا آخر، لا توجد أي دولة في التاريخ كانت تواجه مثل هذا الهجوم، عندما تم ذبح أكثر من 1,400 مدني خلال يوم واحد. العالم يتفاهم مع الموقف الإسرائيلي، لا تمارس أي ضغوطات علينا، هناك دعم، هناك إسناد، وهناك تضامن، ونحن نشكر العالم على هذا الموقف. والقضاء على حماس يخدم العملية السلمية، ويخدم كل دول المنطقة المعتدلة في نهاية المطاف. نعم، الأستاذ أفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، شكرا جزيلا لك.